銃が津波で流されている様子が分かります。في 9 مارس/آذار من العام 2011 ضرب زلزال هونشو بقوة 7 درجات على مقياس ريختر اليابان، محدثا أضرارا ملحوظة على المدن اليابانية التي جهزت خصيصا لمواجهة الزلازل القوية. مر زلزال هونشو العنيف على اليابانيين بسلام، ولكنهم لم يكونوا على علم آنذاك أن هذا الزلزال كان مجرد طلقة تحذيرية لما هو قادم، وأن 48 ساعة التالية ستحمل لهم أعتى صور غضب الطبيعة في هيئة 54 زلزال، أحدهم سيصنف من أقوى الزلازل عبر التاريخ، والذي سيضرب اليابان بقوة 600 مليون قنبلة نووية. زلزال توهوكو العظيم. في 11 مارس/آذار 2011، أي بعد 2 يوم من زلزال هونشو، وفي تمام 2:46 بعد الظهر، وعلى حين غرة وبدون سبق إنذار، وقع زلزال توهوكو العظيم تحت سطح البحر على بعد 120 كيلومتر من مدينة سيندي، 373 كيلومتر من طوكيو. كانت الحياة في إيواجيها والمدينة في ذروة ازدحامها عندما باغت الزلزال الجميع واهتزت الأرض في كل مكان بقوة هائلة. تظهر اللقطات التالية حجم الدمار الذي لحق بالشركات وحالة الهلع التي أصابت الموظفين فيها. استمرت الهزة قرابة 5 دقائق، وما جعل هذا الزلزال مرعبا بشكل لا يصدق هو تصاعد قوته بشكل تدريجي كلما مرت دقيقة تقريبا، فكلما اعتقد الناس أنهم مروا بأسوأ ما في الزلزال وأنه شارف على الانتهاء، يفاجئهم بازدياد قوته، وهذا ما أظهرته الفيديوهات التالية.
عد هذا الزلزال واحدا من أقوى الزلازل التي عرفها التاريخ، والذي ضرب اليابان بقوة 600 مليون قنبلة نووية وعنف بلغ قرابة 1400 ضعف زلزال تركيا. وثق الناس العديد من الفيديوهات التي تظهر انشقاق الأرض تحت أقدامهم في مشاهد نادرة لم يشاهد مثلها من قبل. ظن علماء المراصد الجيولوجية أن قوة الزلزال ستتوقف عند مؤشر 7 درجات على مقياس ريختر للعزم الزلزالي كما اعتادوا، ولكن المؤشر استمر بالارتفاع حتى وصل إلى 8 درجات. حينها عرف الخبراء أن هذا الزلزال مدمر، ولكن تفاجأوا أن المؤشر ظل مستمرا بالارتفاع حتى وصل إلى 9.1 درجة على مقياس العزم الزلزالي. في البداية ظن العلماء أن هناك خلل بالأجهزة، ولكن بعد التأكد من صحة القراءات عرفوا أنهم يشهدون واحد من أقوى الزلازل في التاريخ منذ بداية رصد الزلازل قبل 147 عاما. شعر الناس بالزلزال في مناطق بعيدة من روسيا وتايوان والصين، حتى أن قمرا صناعيا كان يدور حول الحافة الخارجية للغلاف الجوي للأرض في ذلك اليوم قد اكتشف وجود موجات فوق صوتية نتجت من الزلزال. كما أدى زلزال توهوكو إلى إزاحة محور دوران الأرض 10 سنتيمترات كاملة. تسبب الزلزال في إغلاق محطات للطاقة النووية ومصاف النفطية، وقد عرضت لقطات تلفزيونية حريقا هائلا في منطقة ساحلية قرب سينداي، وأغلقت مصانع للسيارات والإلكترونيات، ولحقت أضرار كبيرة بعدد من الطرق، وانقطعت الكهرباء عن ملايين المنازل، وأغلقت عدة مطارات بينها مطار ناريتا في طوكيو، وتوقفت خدمات السكك الحديدية، وأغلقت جميع الموانئ قبل أن يتوقف الزلزال الهائل ويسود الصمت أرجاء اليابان. ولكن يبدو أن دوامة الرعب التي أصابت اليابان كانت قد بدأت للتو، فبمجرد أن توقف الزلزال تلقى كل المواطنين اليابانيون إنذارا أحمر عبر رسالة SMS في هواتفهم تقول لهم اهربوا فورا وتوجهوا إلى المناطق المرتفعة. هنا علم الناس أن كارثة أخرى أكثر تدميرا في طريقها إليهم، ليست من البر وإنما من البحر هذه المرة، ألا وهي تسونامي اليابان العظيم.